اوكي ثانك يو فيرست تو روتانا شانل 2. اول شيء اشكر قناه روتانا اللي تحت الفرصه للتحدث اليوم عن الامور التحكيميه. في البدايه عن موضوعنا الاجتماع اليوم في جده، هو قرار اتخذناه من فتره، عمليه ان تكون الاجتماعات ليس محصوره في مدينه الرياض، واننا نكتشف مدن المملكه الاخرى القادمه، نزور جده، نزور مدن اخرى في الاجتماعات الثانيه. السبب الثاني وجود الامكانيات في مدينه جده اكثر، كتواجد اللاعبين، كتواجد الملاعب للتدريب، لان عندنا اليوم تطبيق لتقنيه الفار على اليومين القادم، اليوم وغدا. فالقرار موجود من زمان ان نزور مدن ثانيه ونتخذها. بالنسبه لاجتماعنا اليوم، انا سعيد ان اول مره يتم دعوه المقيمين، لان المقيمين جزء مهم من قائمه التحكيم وتطوير الحكم السعودي. اليوم في اشياء كثيره، زرنا جده، ملاعب، تقنيه فار، وجود مقيمين ايضا الان هو جزء من استراتيجيتنا وخططنا اللي نقوم به العمل. الاستراتيجيه بشكل عام ان يتم تكليف اعضاء لجنه في كل مسابقه، سواء في دوري المحترفين الدرجه الاولى الثانيه او الناشئين وشباب الفئات السنيه، يتم مراجعه الحكام معهم بشكل كامل، التركيز عليهم في المباريات، جذبهم مع بعض، عمل لهم اجتماعات متطوره، هذا اللي يخلي الحكم بشكل مستمر وتطور في التحكيم. ايضا عندنا موضوع الاكاديميه، هذا مشروع جديد تم بدء فيه اكاديميه الحكام لاكتشاف حكام. نفس الانديه، احنا دائما نحتاج دماء جديده، ولكن التحكيم يحتاج صبر عشان تحتاج الى او وقت عشان تطلع دماء جديده. نشوف الحكام في المناطق، نشوف الحكام في جميع الدوريات المختلفه، نقيمهم لنعمل، وهذا جزء من الخطه الاستراتيجيه لديهم. طبعا هذا ليس في المملكه العربيه السعوديه وليس في كره القدم، في جميع انحاء العالم وفي جميع الرياضات دائما الحكم ما يكون الشيء الرئيسي في المباراه. مثال لو ناخذ على اللعيبه، لما يفقد اللاعب هدف معين او حارس المرمى لما يخطي راح يتسجل فيه هدف، ممكن حاجه من الحكم تنسي جميع الاخطاء اللي كانت من اللعيبه ويتم التركيز عليها. هذه حياه الحكم، اي شخص يبغى يجي التحكيم لازم يعرف ان الجميع يعتقد في العالم انه افضل منه الحكم هذا، ويعرفون القرارات افضل من هذا الحكم، فلازم يتعايش مع الامور هذه ويكون جزء منها في كره القدم او في اي رياضه اخرى، وليس في السعوديه فقط، في جميع انحاء العالم. في البدايه اتكلم على عمليه شكاوى الانديه، طبعا اكيد انا ماني سعيد اذا في نادي يشكي لانه راح يشكي حكامي، ولكن لازم نعرف وش فحوى الشكوى، هذا على الجزء الاول. طبعا زي ما قلت في اجتماع بدايه الموسم الذي تم في اللجنه الاولمبيه بحضور وزير الرياضه ورؤساء الانديه، ان كلجنه الحكام متفتحين ومتقبلين اي اراء للانديه. احنا دائما نتكلم اذا حسيت انت يا نادي ان عندك مشاكل او في مشاكل تواجهها في التحكيم، حاول ان تتواصل معنا، احنا في امكانيتنا نزور انديه زي ما حدث، وفي احتماليه يعني نعطيك فرصه انكم تجي للاتحاد السعودي، كما حدث بعض الانديه وصلت جت عندنا استضافه في الاتحاد السعودي، نشاهد احنا وياهم، نتحدث عن الاخطاء اللي صارت، امكانيه يسمعون بعض التسجيلات الموجوده في تقنيه الفار، ولكن ليتم اعطائهم اياها فقط اسماعهم التسجيلات. هذا كله حدث ويحدث، احنا نعمل في سبيل تطوير الحكام وفي ان منفتحين مع جميع الانديه. في بدايه الموسم كنا واضحين، الشروط كانت واضحه، يستطيع ان يطلب مباراه في اي مكان في اي كانت له، وطلب الحكام الاجانب بشرط انه يكون 16 يوم وانه يدفع النادي المبلغ ال 175 يتقسم، مرات يكون عمليه تذاكر السفن، تذاكر السفر، السكن في الفنادق، ومكافاه الحكم نفسه. لما ننظر ال 175 الف، تكلمت فيها مع الانديه سابقا وقلت لهم مرات ال 175 الف ما تغطي تكاليف المباراه، تضطر الاتحاد السعودي لتحمل التكلفه ودفعها للانديه، الانديه عندها خبر. الاتحاد السعودي لا يستقطع اي مبالغ لاي نشاط اخرى، ميزانيه ال 175 الف تذهب جميعا الى تكاليف المباراه وتشغيلها، واذا ما كفى المبلغ كان هناك عجز، الاتحاد السعودي يقوم بتغطيه تكاليف المباراه. دوري الدرجه الاولى دوري التحديات، صعوبه، عدد المباريات الموجوده فيه، الفرق المتنافسه، تعطي اكثر صعوبه للحكم انه يوصل وانه يجتهد فيه. مع الفتره القادمه اذا بدينا فكره تطبيق تقنيه الفار راح نشاهدهم بشكل اكثر، الحكم يكون بشكل اكثر متواجد. التحكيم شكل هرمي دائما زي الانديه، انديه في الدرجه الثالثه، في الدرجه الثانيه، في الدرجه الاولى، في دوري المحترفين، وفي قمه الهرم يجي المنتخب السعودي افضل لاعبين يذهبوا له. كذلك احنا حكامنا في الدرجه الثانيه، في الدرجه الاولى، في دوري المحترفين، دائما في الدرجه الاولى افضل الحكام دائما يذهبون الى دوري المحترفين السعودي. انا اجاوب لك اياها على شقين، الشق الاول طبعا الدوري السعودي يعتبر من اقوى الدوريات في الخليج، اقوى دوري في الخليج ومن اقوى الدوريات في اسيا، ولكن
لازم نعرف الحكام اللي عندنا في النخبة A أو في النخبات الثانية. هذا يعتمد على شيء، يعتمد على شيء متراكم. قبل سنتين ما كان في حكام سعوديين في الدوري المحلي، فكيف يستطيع حكم ما يقود مبارياته في دوري أنه يوصل للمراحل المتقدمة في الاتحاد الآسيوي؟ هذا اللي عطل وأخر وصول الحكام السعوديين إلى المراحل، لأن إذا ما يقدر يأخذ مباراة قوية في دوري، كيف بيأخذ مباراة قوية في الاتحاد الآسيوي أو تصفية كأس العالم في الاتحاد الدولي؟ والجهة الجواب الثاني إنه بخصوص الحكام الصغار أو إنه يتبنون حكام صغار، عندنا حكام سعوديين صغار في العمر جدا في الأكاديمية الآسيوية، ولكن لابد أن يأخذون فرصتهم هنا، يأخذون مبارياتهم، يأخذون خبرتهم أكثر قبل ما يصلون إلى مراحل عليا أو يصلون الاتحاد الآسيوي الدولي. الحكام عندنا الموجودين في الحكام الصغار في العمر الموجودين في الاتحاد الآسيوية، الأسماء اللي ذكرهم محمد إسماعيل، عبد سام جريس، عبد الله الشهري، أيضا عندنا حكم في دوري الدرجة الأولى عمره صغير، أنا موجود في الأكاديمية الآسيوية بندر القحطاني. حنا نعطي الحكام جميع الأدوات للنجاح، ولكن الحكم في الأخير لازم يثبت نفسه وينجح في الملعب إذا أعطيناه كل الأدوات الخاصة فيه بالنجاح. المركز في تأخير بالنسبة للحكام أو لنا كحكام جاهزين هنا، ولكن في بعض الأمور التقنية، الأمور الفنية، موضوع الكياب، الموضوع هذه آخر معلومات عندي الآن، بدوا عملية تيست أو تجربة مع أكثر ملاعب في المرحلة الأخيرة، أشياء بسيطة قادمة راح يكون المركز متوفر جميع المباريات فيه كما يحدث في الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، يكون هناك تمركز أو مركزي عملية تقنية الفار في جميع المباريات. تصلني بعض ردات الفعل، ولكن أنا كمسؤول عن التحكيم المفروض أني ما أركز فقط أو أنظر بعيون تحكيمية فقط، لازم أنظر مرات بنظرة الإعلامي، بنظرة المشجع، بنظرة إيش يحدث في السوشيال ميديا، يكون على اطلاع 63 درجة عشان أعرف في الأخير لنا قرارنا ولنا قرارنا في الحالات اللي تصير عندنا، ولكن يكون لنا مشاهدة نعرف إيش يحدث في المجال الرياضي بشكل كامل. رسالتي للجماهير السعودية استمروا بالشغف اللي تحبونه، أنا لما أشاهد الملاعب ممتلئة بالجماهير هنا لما أجي وأتذكر الحالة اللي كنا فيها أيام كورونا والجماعة الخالية، كرة القدم ليست كما كورونا الآن، الشغف الموجود واللي أشاهده في الجماهير السعودية حبهم كرة القدم، كرة القدم في عروقهم كالدماء تمشي، ولكن أتمنى ينظرون إلى موضوع الحكم السعودي، يشاهدون القناة اللي قاعدين اللي نبث فيها الحالات، قناة تثقيفية، قناة تعليمية، يفتحون مداركهم لأكثر من كرة قدم، كرة قدم وأكثر تحكيم الأمور الفنية، يتم الاطلاع على جميع الجوانب في كرة القدم.